بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله والحمد لله. الله يا الله سبحان الله. الله يا الله والحمد لله. الله يا الله سبحان الله. الله يا الله والحمد لله. الله ولا إله إلا الله. الله يا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين، سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. أما القسم الأول فالنهي تنزيها عنه بعد الإجماع على أنه يقع صحيحا، إما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك. كما نعرف موضوع البحث في هذه الحلقات أدلة القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي. محقق الخراساني رضوان الله عليه ذكر لهم دليلا ثالثا، وهذا الدليل الثالث كان ناظرا إلى بعض الصغريات وإلى بعض الأحكام التي وردت في الفقه وظاهرها تحقق اجتماع الأمر والنهي. مثلا بالنسبة إلى الصلاة في الحمام، لا تصل في الحمام، نرى أنه اجتمع فيه الوجوب والكراهة مثلا. وبالنسبة إلى الصوم في يوم العاشوراء، اجتمع فيه الكراهة والاستحباب. وبالنسبة إلى الصوم في يوم العرفة أيضا اجتمع فيه الكراهة والاستحباب لبعض الأفراد. هذه كانت مجموعة من المصادق، وطبعا لهذا القسم أو لهذه الصغريات هناك عدة أفراد ومصادق مختلفة، ولكن نحن نجعل البحث بالنسبة إلى الكراهة والاستحباب أو الكراهة والوجوب، يعني الصلاة في الحمام أو الصوم في يوم العاشوراء مثلا. كيف اجتمع هنا الكراهة مع الاستحباب أو الكراهة مع الوجوب، والحال أن الأحكام الخمسة كلها متزادة ذاتا؟ جيد، بما أنه وقع هذه الأمور في الشريعة فلا بد أن نقبل أن اجتماع الأمر والنهي لا بأس به ويكون صحيحا. هذا كان لب دليلهم. محقق الخراساني هم كان له دليل أو جواب مختصر، وهم يكون له جواب طويل. بالنسبة إلى جواب المختصر بيناه في درس القبل، خلاصته أنه يجب تأويل هذه الموارد بعدما أثبتنا بالدليل القطعي امتناع اجتماع الأمر والنهي، فلا بد من التصرف في الظواهر التي توجب الظن، والظن لا يستطيع أن يقاوم مع القطع. بعد محقق الخراسان رضوان الله عليه يعتقد أن لهذه الموارد هناك عدة أجوبة بعنوان الجواب التفصيلي، ونحن الآن في جواب التفصيلي. محقق الخراسان رضوان الله عليه يقول جواب التفصيلي تختلف بحسب العبادات، وقسم العبادات إلى ثلاثة أقسام. قال تارة هذه العبادات وقعت مستقيما في متعلق الناحي وليس لها أي بدل أيضا، مثل الصوم في يوم العاشوراء مثلا، وأيضا بالنسبة إلى النوافل المبتدأة. بالنسبة إلى النوافل التي على أي حال وردت هناك في الشرع وليس لها أي سبب خاص، إذا نجوزها من باب أنه الصلاة معراج المؤمن وقربان كل تقي، فنقول ما هو النوافل دائما وفي 24 ساعة
من النهار ومن الليل يكون مستحبا ولا بأس به. من طرف آخر بالنسبة إلى بعض الأوقات الخاص مثل وقت طلوع الشمس ووقت الغروب معينا صلاة الاستحباب تكون مكروهة، فنرى أن هنا الاستحباب مع الكراهة قد اجتمعا. على أي حال تارة متعلق النهي ذات العبادة بدون أن يكون للعبادة بدلا، وقسم الثاني متعلق النهي العبادة ذات العبادة مع كون الذات لها بدلا مثل الصلاة في الحمام، وقسم الثالث أن يكون متعلق النهي هناك عبادة ولكن ما هو في الحقيقة هذه العبادة مقارن مع عنوان ذاك العنوان يكون متعلقا للنهي. هذه كان كلها أقسام ثلاثة وأشرنا إليها في درس القبل على أي حال. جيد، الآن محقق الخراسان رضوان الله عليك يبدأ بالقسم الأول، يعني تعلق النهي بذات العبادة بدون أن يكون للعبادة بديلا وبدون أن يكون تبديله بعبادة أخرى ممكنا أو في مكان آخر مثلا ممكنا، فقد له فرد وحيد وهذا الفرد أيضا وقع متعلق النهي. محقق الخراساني بالنسبة إلى هذا القسم الأول يذكر لنا ثلاثة أجوبة. جواب الأول ما هو؟ جواب الأول بنظر المحقق الخراساني نقول بعض الأوقات هذه العبادة تنطبق عليها عنوان ذاك العنوان يكون مصلحته على أي حال ما هو أكثر من فعل العبادة. مثلا الصوم في يوم العاشوراء بعنوان أنه صوم فيه مصلحة يوجب تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ينطبق عليه العنوان وهو المخالفة مع بني أمية. هذا العنوان نقول ما هو مصلحته يكون أكثر من فعل الصوم، لأجل هذا يسبب نتيجته ما هو رجحان ترك الصوم، ونقول في هذه السورة وقع النهي بمعنى أنه لو نترك الصوم ثوابه يكون أكثر من فعل الصوم. طبعا لو صام أحد بعنوان المستحب لا بأس به، عمله يكون مستحبا والشخص ما هو يستحق الثواب، ولكن على أي حال هذه العبادة الرجحان يكون ما هو في تركها. هذا هو رأي المصنف رضوان الله عليه بعنوان الجواب الأول. لأجل هذا يقول أما القسم الأول فالنهي تنزيها عن هذا القسم الأول، طبعا بعد إثبات نقطتين بعد الإجماع على أنه على أن العمل يقع صحيحا، يعني على أن الصوم في يوم العاشوراء لو صام أحدون يقع صحيحا، هذه النقطة الأولى، وهذا الإجماع نقله أيضا بعض العلماء. ومع ذلك نقطة ثانية، ومع كونه صحيحا يكون ترك الصوم أرجح كما يظهر من مداومة الأئمة عليهم السلام على الترك. بعد المراجعة إلى كتب الروائية مثل وسائل الشيعة في أبواب الصوم المندوب نرى أن الأئمة عليهم السلام كانوا لا يصومون صوم يوم عاشوراء. من هذا نستنتج أن ترك الصوم ثوابه يكون أكثر من فعل الصوم. جيد، بعدما أثبتنا هاتين المقدمتين محقق الخراسان رضوان الله عليه الآن يبدأ بالجواب. طبعا جوابه أن هذا الصوم ذاتا يكون مستحبا ولكن ينطبق عليه عنوان المخالفة مع بني أمية والثواب هذا العنوان يكون أكثر من فعل الصوم. طبعا عنوان الذي ينطبق على العبادة مثل الصوم قد يكون هذا العنوان ثوابه مع ثواب العبادة متساويان نتيجته تخيير، قد يكون ذاك أكثر فلا بد من الفعل، قد يكون هذا أكثر فلا بد من الترك. هذا في الحقيقة ماذا هو؟ باب التزاحم الذي قرأناه مرات. نتيجته ما هو؟ إذا كان هكذا فحينئذ النهي عن هذا الصوم يكون فعليا، أمر لا يكون فعليا حتى يتحقق اجتماع الأمر والنهي.
في مثل هذا المورد ترك الصوم له نهي فعلي، أما فعل الصوم ليس له نهي فعلي، أمر فعلي. لأجل هذا ما هو؟ لا يتحقق هناك اجتماع الأمر والنهي، وليس المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي. لأجل هذا يقول: ومع ذلك يكون ترك الصوم أرجح كما يظهر من مداومة الأئمة عليهم السلام على الترك. بعدما بينا هاتين النقطتين يقول: إما لأجلك فالنهي تنزيها عن الصوم، إما لأجل هذا الجواب الأول في الحقيقة انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك، مخالفة بني أمية تسبب ترك الصوم مثلا، فيكون ترك الصوم كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض. هم ترك الصوم في يوم العاشر فيه مصلحة، وهم فعل الصوم باعتبار كونه عبادة وفيه مصلحة ذاتية يكون مقربا. وإن كان مصلحة الترك أكثر والرجحان يكون مع الترك، فهما يعني الترك والفعل حينئذ في يوم العاشوراء وبعد انطباق العنوان الراجح يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين. هنا استحبابين تزاحما، فيحكم بالتخيير بينهما، فيحكم بالتخيير بين المستحبين لو لم يكن أهم في البين. بعض الأوقات لا يكون هناك أي أهم، وإلا إذا كان هناك أهم في البين فيتعين الأهم، ففي هذه الصورة هناك أهم يصير متعينا. نتيجته ما هو؟ نأخذ الأهم ونترك المهم. وإن كان الآخر يقع صحيحا، وإن كان الآخر غير الأهم أي فعل الصوم يقع الصوم صحيحا حيث إن الآخر كان راجحا وموافقا للغرض كما هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمات بل الواجبات. مهما كان الحال هنا لو نفعل الصوم الصوم يكون صحيحا، فعل الصوم يكون عبادة يوجب التقرب له ثواب أخروي، ولكن لو يترك ثوابه يكون أكثر. هذا هو رأي المحقق الخراساني رضوان الله عليه بعنوان الجواب الأول عن القسم الأول عليه. القسم الأول تعلق النهي بذات العبادة وليس للعبادة أي بديل. هنا طبعا على أساس هذا الجواب يتحقق أن النهي يكون فعليا أمر لا يوجد، فلا يكون هناك اجتماع الأمر والنهي. هذا من طرف. من طرف آخر محقق الخراساني يقول فعل هذه العبادة أيضا يكون صحيحا، يعني لو يصوم أحد في يوم العاشوراء لا بأس بصومه. هذا طبعا على أساس مبنائه يكون ممكن، لأنه يعتقد أن الرجحان الذاتي وملاك الأصل للعبادة يكفي لعبادية العبادة ولا نحتاج إلى الأمر. أما بناء على مبنى المشهور ففعل الصوم لا يستطيع أن يكون في مثل هذا المورد صحيحا. نقطة أساسية هنا، أحد يسأل أنه أيها المحقق الخراساني أنت تقول بما أن هذا الصوم ذاتا يكون عبادة وله رجحان باعتبار ملاك الذاتي يقع مقربا ويكون عبادة ويكون صوما صحيحا، نقول مهما كان الحال هذا النهي يكون مبغوزا، هذا الصوم يكون مبغوزا فعله. جيد، البغض لا يختلف سواء كان شديدا أو ضعيفا، سواء كان مفيدا للحرمة أو مفيدا للكراهة، على أي حال يضر بالعبادة. هم عبادة المكروه تكون فاسدة و هم عبادة المحرمة تكون فاسدة، فكيف تعتقد أن الشخص لو يصوم صومه يكون صحيحا؟ محقق الخراسان يقول وأرجحية الترك من الفعل، أرجحية ترك الصوم من فعل الصوم لا توجب الأرجحية حزازة ومنقصة فيه في الفعل أصلا. هذا في الحقيقة جواب الأصلي. محقق الخراساني يقول بعض الأوقات المرجوهية تسبب منقصة الذاتي للفعل، بعض الأوقات لا توجب منقصة فيه، بل الفعل بالنسبة إلى فعل آخر ثوابه يكون قليلا.
هذه النقطة مهمة جدا. لأجل هذا بنظر المحقق الخراساني لو نذهب إلى الامتناع على حال ما هو على أساس القول بالامتناع، امتناع يعني اجتماع الأمر والنهي لا يكون جائزا، نهي إذا كان فعليا أصلا هذا يجب بطلان العبادة. ولكن في خصوص هذا المورد بما أنه نحن ذهبنا إلى بحث التزاهم ونقول ما هو الأمر بالصوم لا يكون فعليا والنهي عن الصوم يكون فعليا، نقول هذا النهي على أي حال مهما كان الحال لا يوجب منقصة فيه، بل أصل مصلحة الصوم يكون باقيا. لأجل هذا لو يصوم الشخص صومه يكون فيه الصواب، طبعا لو يترك صوابه يكون أكثر. يقول وأرجحية الترك من الفعل لا توجب حزازة ومنقصة في الفعل أصلا، كما يوجب الحزازة والمنقصة ما إذا كان فيه في الفعل مفسدة غالبة على حال ما هو على مصلحته، كما يوجب الحزازة والمنقصة ما إذا كان في الفعل مفسدة غالبة على مصلحة الترك على حال. إذا كان هناك ما هو في الفعل مفسدة وفي الترك مصلحة، نقول في هذه الصورة هذا الفعل من الأساس يكون فاسدا لأنه ما هو فيه حزازة ومنقصة. أما في خصوص هذا المورد نحن نعتقد أنه لا، وإن كان هناك نهي بالنسبة إلى الفعل وأمر بالنسبة إلى الترك لا تصوم، مع هذا نقول لا بأس به، كلا الطرفين يكون صحيحا. ولذلك ولأجل أنه بعض الأوقات النهي يوجب الحزازة والمنقصة لا يقع الصوم صحيحا على الامتناع، فإن الحزازة والمنقصة فيه في الفعل مانعة عن صلاحية التقرب بهذا الفعل. على أي حال على أساس القول بالامتناع من طرف صوم يوجد ومن طرف لا تصوم يوجد، نقول النهي يكشف عن ملاك وملاكه أي مبغوزية هذا العمل، ونحن لا نستطيع أن نتقرب بالشيء المبغوز سواء كان البغض فيه كثيرا أو قليلا. نعم، ولكن بخلاف المقام فإن المقام أي الفعل صوم يوم عاشوراء على ما هو عليه من الرجحان وموافقة الغرض، كما إذا لم يكن تركه ترك الفعل راجحا بلا حدوث حزازة ومنقصة في الفعل أصلا. نحن نقول في هذا الفعل لا يوجد أي منقصة، إذا لا يوجد فيه منقصة صوابه يكون أقل بالنسبة إلى الترك، وإلا أصل الفعل يوجد فيه ماذا؟ صواب. ففي النتيجة هم الصوم يكون صحيحا وهم ترك الصوم يكون مطلوبا. مهم هذا النوع من الاستظهار من الأدلة أن اجتماع الأمر والنهي من الأساس يكون باطلا، نحن امتناعيون في خصوص هذا المورد بما أنه ورد نصوص ونحن متعبدين به، وخصوصا مع الالتفات إلى النقطتين أنه لو يصوم أحد صوم يوم عاشوراء يقع صحيحا بالإجماع، ومن طرف آخر عندنا روايات أن الأئمة عليهم السلام كانوا مواظبين على ترك صوم يوم عاشوراء. مع الالتفات إلى هاتين النقطتين نحن نصل إلى هذه النتيجة أن هذا المورد يكون مورد التزاهم، وفي هذا المورد هناك تزاهم بين أمر الاستحباب ونهي الكراهة، ولكن نهي الكراهة في هذا المورد لا يسبب المفسد في المنهي عنه، بل يحكي لنا قلة الثواب بالنسبة إلى المأمور به، بل يحكي لنا قلة الثواب. لأجل هذا لو صام أحد فيه ثواب قليل، لو ترك الصوم في تركه هناك يكون ثواب أكثر. جيد، ولكن لا يخفى كما ذكرت صحة الصوم فقط على رأي المصنف يكون ممكن أن العبادة لا تحتاج إلى أمر الفعلي، وفيما نحن فيه النهي يكون فعليا أمر لا يكون فعليا. لأجل هذا لا تصوم يكون فعليا، صوم لا يكون فعليا، اجتماع الأمر والنهي أيضا لم يتحقق. على أي حال على أساس رأي المصنف رضوان الله عليه قد تمت المشكلة.
هذا كان في الحقيقة ماذا جواب الأول من أجوبة المصنف رضوان الله عليه وبينته. الآن نأتي إلى جواب الثاني. جواب الثاني للمصنف رضوان الله عليه، مصنف الكتاب يعتقد أنه ما هو بالنسبة إلى صوم يوم العاشوراء، بالنسبة إلى صوم يوم العاشوراء لا يكون هناك بحث الانطباق، بل يكون هناك بحث الملازمة بين الترك، يعني بين ترك الصوم وأمر راجح آخر هناك توجد الملازمة. بما أنه الترك يستلزم أمرا راجحا، لأجل هذا نحن ماذا أمرنا بالترك، وطبعا فعل الصوم أيضا يكون له ثواب، ولكن عنوان الذي يكون مع الترك دائما ثوابه يكون أكثر. هناك في جواب الأول كان بحث الانطباق، عنوان راجح يكون منطبقا على ترك الصوم مثل مخالفة بني أمية في ترك الصوم يوم عاشوراء. في هذا البحث هناك ما هو عنوان، هذا العنوان يكون ملازما مع الترك. مثلا شخص لو يترك الصوم في يوم العاشوراء يقيم مأتم الحسين عليه السلام بنحو الأحسن، لأنه بدنه يكون مستعدا. أو من باب التقريب مثل صوم يوم عرفة، لو يترك الصوم فحاله يكون أنسب وقوته يكون أكثر للدعاء. فنرى أن الصوم بما هو صوم في يوم عرفة له رجحان، ترك الصوم أيضا على أي حال ما هو لا يكون فيه أي شيء، ولكن ترك الصوم يستلزم عنوانا آخر وهو قوة الجسد، وهو ماذا؟ تهيئ الإنسان للدعاء أكثر فأكثر. فهذا العنوان الذي لا ينفك عن ترك الصوم ولا ينطبق على الترك هو الذي يسبب أنه ما هو نهي ورد بالنسبة إلى الصوم وأمر ورد بالنسبة إلى ترك الصوم. هذا جواب الثاني. يقول وإما لأجل ملازمة ترك الصوم لعنوان كذلك، يعني عنوان راجح من دون انطباق العنوان عليه على الترك، عنوان لا يكون منطبقا على ترك الصوم، ولكن ما هو عنوان يستلزم الترك يستلزم هذا العنوان، وبينهما ملازمة وبينهما تتحقق الملازمة. فيكون كما إذا انطبق عليه، فيكون الترك كما إذا انطبق على الترك العنوان من غير تفاوت. في الحقيقة هذا مثل القسم الأول. في قسم الأول كان هناك انطباق، مخالفة بني أمية على ترك الصوم، هنا لا يكون بحث الانطباق، هنا قوة الجسد أو تهيئ البدن للدعاء من لازم أي شيء يكون من لازم ترك الصوم يكون، لا أنه ينطبق على ترك الصوم. مثلا يقول إلا في أن الطلب المتعلق به، فقد هناك فرق طبعا يأتي، أن الطلب يعني طلب الترك لا تصوم، لا تصوم هذا الطلب متعلقه في الحقيقة ذاك العنوان يكون، تعلق الطلب بالترك يكون مجازيا، هذا الفرق يأتي. إلا في أن الطلب المتعلق بالترك ترك الصوم في يوم العرفة حينئذ، يعني حين انطباق عنوان الراجح، ليس الطلب المتعلق بحقيقي بل بالعرز والمجاز. في القسم الأول بما أن العنوان الراجح ينطبق على الترك فتعلق النهي أيضا يكون حقيقيا. في القسم الثاني تعلق النهي طبعا يكون مجازيا، لأن النهي في متن الواقع وفي الحقيقة تعلق بأي شيء؟ تعلق بذاك العنوان الراجح، أنه حيئ جسدك وجسمك للعبادة مثلا، ولا تجعل بدنك ما هو راغبا عن العبادة وضعيفا مثلا. فإنما يكون في الحقيقة، فإنما يكون أن يكون طلب المولى بترك الصوم في الحقيقة متعلقا بما يلازمه، بما يلازم الترك من العنوان. عنوان هنا ماذا كان؟ تقوية الجسد أو تهيئ الجسد للدعاء مثلا، يلازمه من العنوان بخلاف صورة الانطباق، أي جواب الأول بخلاف صورة الانطباق لتعلق الطلب
بهی به هذا الترک حقیقتاً کما فی سائر المکروهات من غیر فرق علی حال. فی القسم الاول ای فی بحث الانتباق مخالفت بنی امیات قلنا ان متعلق الطلب هو نفس ترک الصوم یکن. هنا فی هذا الجواب الثانی متعلق طلب المولا حینما یقول لا تصوم لا یکن ذات الصوم فی یوم العرفه، بل هناك عنوان یوجد، عنوان لازم راجح هو الذي يكون متعلق الطلب. مولاي يقول حصل ذاك العنوان أي تقوية بدنك وتقوية روحك للدعاء، لأجل هذا يقول عليك بترك الصوم لتعلقه به بهذا الترك حقيقة كما في سائر المكروهات من غير فرق. كيف هناك مكروهات أخرى مثل أكل الجبن مثلا أو مثل أفرز ما هو إنسان يأكل كثيرا أو ينام كثيرا، أصل الفعل يكون متعلق الناهي. هكذا في القسم الأول في جواب الأول في توجيه الأول أصل الفعل يعني ترك الصوم هو الذي يكون مطلوبا، وفعل الصوم هو الذي يكون متعلق الناهي. نعم فرق هناك بين سائر المكروهات ومكروه الذي هنا نحن فيه. في سائر المكروهات حينما يقول لا تأكل الجبن مثلا، حينما ينهى أو حينما يقول لا تنم طويلا مثلا، هذا النهي يحكي عن المنقصة في المنهي عن وفي الفعل. أما فيما نحن فيك حينما يقول لا تصوم في يوم العرفة أو لا تصوم في يوم العاشوراء، هذا النهي لا يكون خاكيا عن المنقصة والحزازة في المنهي عن، فقد هذا الفرق يوجد. إلا أن منشأ النهي فيها في المكروهات في سائر المكروهات حزازة ومنقصة في نفس الفعل نوم الكثير أو الأكل الكثير. وفي هيك أما في الانتباق في جواب الأول الذي نحن ذكرنا رجحان في الترك يعني منشأ النهي رجحان في الترك، لأجل هذا قال لا تصوم في يوم العرفة أو لا تصوم في يوم العاشوراء من دون حزازة في الفعل أصلا. أما لو يصوم الشخص في يوم العرفة أو لو يصوم في يوم العاشوراء أصل صومه لا بأس به. غاية الأمر كون الترك أرجح، فقد ما هو ترك الصوم في يوم العرفة لمن يضعف بدنه عن الدعاء، وترك الصوم في يوم العاشوراء لمن لا يستطيع أن يقيم مأتم الحسين عليه السلام مثلا، نقول هذا الترك يكون ما هو يكون راجحا. طبعا هذا الفرق من أين وصلنا إليه؟ يعني ما الدليل على إثبات هذا الفرق بين سائر المكروهات مثل أكل الكثير والمكروه الذي هنا نحن فيه؟ الفرق هو نفس الدليل، يكون أن العلماء بأنفسهم حينما يقولون لو تصوم في يوم العرفة صومك يكون صحيحا، علماء يقولون لو تصوم في يوم العاشوراء صومك يكون صحيحا. بما أن العبادة لا تخلو عن المصلحة، بما أن المستحب لا يخلو عن المصلحة، لأجل هذا ما هو نحن نقول هذا الصوم الصحيح حتما فيه مصلحة، هذا الإجماع على الصحة هو الذي يرشدنا إلى هذه الجهة، أن النهي الكراهتي في هذا المورد يختلف عن النهي الكراهتي في سائر الموارد. هذا كله بالنسبة إلى الجواب الثاني. أما الجواب الثالث، نعم يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين على الإرشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل. في الحقيقة الجواب الثالث الذي الآن نقرأ عن القسم الأول، نقول أصلا نحن ننكر أن يكون هذا النهي نهيا إرشاديا. في جواب الأول وجواب الثاني نهينا كلاهما كان مولويا، فقط في أحدهما تعلق النهي بالترك كان حقيقيا في جواب الأول، في جواب الثاني تعلق النهي بالترك كان مجازيا. الآن في جواب الثالث نقول لا، أصلا متعلق النهي هو الترك صحيح، ولكن هذا النهي يكون نهيا إرشاديا، ولا بأس باجتماع النهي الإرشادي مع أمر المولوي. اجتماع النهي المولوي مع أمر المولوي لا يكون ممكنا، أما إذا كان أحدهما إرشادي والآخر مولوي فلا بأس به. يقول نعم يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين، في كلا القسمين يعني هم
إذا انطبق العنوان الراجح على الفعل وهم إذا كان الفعل مستلزما لعنوان الراجح على الإرشاد إلى الترك الذي هو الترك ترك الصوم مثلا في يوم العاشوراء وفي يوم العرفة أرجح من فعل الصوم أو ملازم لما هو الأرجح وأكثر ثوابا أو ملازم هذا الترك لما هو للعنوان الذي هو أرجح وأكثر ثوابا لذلك العنوان عليه لذلك الملازم وعليه. وبناء على هذا الجواب الثالث يكون النهي على نحو الحقيقة لا بالعرض والمجاز. في جواب الثاني تعلق النهي كان تعلقا مجازيا لأن المنهي عن في الحقيقة هو العنوان كان لم يكن ترك الصوم مثلا. هنا أصل الصوم يكون منهي عن النهي تعلق بفعل الصوم ولكن ما هو النهي يكون نهيا إرشاديا. فلا تغفل أنه ما هو نستطيع أن نجيب بثلاث أجوبة عن القسم الأول من أقسام العبادة. قسم الأول من أقسام العبادة أي النوافل المبتدأة أو الصوم في يوم العاشوراء أو في يوم العرفة أي عبادة التي اجتمع فيها أمر الاستحباب والنهي الكراهتي ما هو في عبادة واحدة وليس لها أي بديل. أيضا محقق الخراسان رضوان الله عليه قال لنا ثلاث أجوبة. جواب الأول أنه هناك انطباق العنوان الراجح بهذا الاعتبار على حال جاء النهي. جواب الثاني أن العنوان الراجح ملازم للترك لأجل هذا جاء النهي. في كلاهما مولوي فقط النهي في الجواب الثاني كان مجازيا. وهناك جواب ثالث أنه نحن نقول هذا النهي أصلا نهي إرشادي لا يكون هناك طلب حقيقي من المولى. مولى الحكيم يريد أن يرشدنا أنك إذا تريد ثوابا أكثر وإذا تريد نفعا أكثر نفع الكثير يكون في ترك الصوم. أنت إذا تترك الصوم في يوم العرفة وتقرأ دعاء العرفة أو إذا تترك الصوم في يوم العاشوراء مثلا مخالفة لبني أمية فضلك وثوابك وربحك يكون أكثر من فعل الصوم. نعم لو تصوم أيضا لا بأس به. نحي الإرشادي لا يحكي عن المبغوزية حتى أنت تقول ما هو هناك اجتماع الأمر والنهي يوجد. هذا كله بالنسبة إلى قسم الأول من أقسام العبادات الثلاث وطبعا مع أجوبة الثلاث للمصنف رضوان الله تعالى عليه. وهناك قسم ثاني وقسم ثالث سندخل فيهما إن شاء الله من حلقة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يا قهار اسمع دعائي واجب ندائي بالهادي المختار وبالأيجائي وبالزهراء فبحقهم يا متعال أحسن ما أبي أحسن ما أبي.